منح أمس الثنائي الجزائري فارس طويري ومغنية حمادي 3 ميداليات للجزائر في رياضة رفع الأثقال خلال ثاني أيام المنافسة التي تجري في القاعة الرياضية التابعة لقصر المعارض بالمدينة الجديدة في وهران. مغنية حمادي توجت بفضية تخصص الخطف وبرونزية النثر في وزن 71 كيلوغرام، فيما اكتفى طويري بالبرونزية في علامة الخطف بسبب عدم تمكنه من مواصلة المنافسة، أقول وذلك بسبب تعرضه إلى إصابة. يعني والله الحمد لله، يعني النتيجة اللي حققناها اليوم هي نتيجة جد مشرفة. الميدالية الفضية غابت على رفع الأثقال منذ أكثر من 10 سنوات. الحمد لله، يعني المنافسة كانت جد قوية، ظهور بطلات العالم كالمصرية كالتركية. الخاتمة إن شاء الله راح تكون مسك برياضي وليد بيداني، وليد رياضي مستوى عالي ذو روح رياضية عالية. أنا نوضع فيه كامل الثقة، بإذن الله إن شاء الله تكون فيها ميدالية ذهبية. الحمد لله يا ربي تحصلنا على ميدالية برونزية، كنا حابين نتحصل على ميدالية ذهبية، يعني مستوى مش عالي ياسر. حققت جاتنا الإصابة هذه فسدت لنا كل الموازين، كنا قادرين نحققوا ميدالية ذهبية، لكن حققت ميدالية الحمد لله يا ربي.